جائزة جلوبل العالمية تعود في دورتها الخامسة بمدينة مراكش المغربية لتتوج الدكتور رضوان المربط رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس بجائزة التميز المهني العربي لعام 2020. رضوان المربط هو المهندس والحاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة بروكسل تخصص شبكات الاتصال. تقلد عدداً من المناصب، منها رئيس جامعة محمد الخامس السويسي بالرباط، كما عمل مديراً للمدرسة الوطنية العليا للمعلومات وتحليل النظم، إلى جانب تقلده منصباً في مجلس إدارة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالسعودية. تجربته المتميزة جعلت من جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس تحتل الصدارة وطنياً وتعكس تميزها على المستويين العربي والإفريقي. وفي هذا الصدد عبر عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية بفاس الأستاذ محمد بوزلفة عن فخره بهذا الفوز خلال الحفل الذي تسلم خلاله درع الجائزة نيابة عن الأستاذ رضوان المرابط. وتجدر الإشارة أن جوائز جلوبل العالمية تم إنشاؤها عام 2016 وتمنح جوائزها لثلاث فئات رئيسية من الدول العربية، وهي فئة القيادة، فئة الأعمال، وفئة نجوم المجتمع. باش يوصلك جديد شبابنا، دير أبوني القناة، جيم الفيديو، وفعل الجرس. شكراً.